أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج صافي قلبك. إن شاء الله القلوب صافية، قولوا آمين. إن شاء الله ربي حن القلوب، قولوا آمين. إن شاء الله أي إنسان مقدر مهموم إن شاء الله ربي يفرج عليه، قولوا آمين. وإن شاء الله أي إنسان موجوع وإلا مريض إن شاء الله ربي يشفيه، قولوا آمين. يا ربي نجح وليدتنا، قولوا آمين. إن شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب، قولوا آمين. إن شاء الله يا أخويا تونس تتحسن، إن شاء الله يا ربي، قولوا آمين. إن شاء الله يا ربي نعملوا نترشحوا في كأس العالم، قولوا آمين. إن شاء الله إن شاء الله يا ربي إن شاء الله يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. يا سيدي باش نبداو الحلقة نتاع الليلة، باش نعطيكم مباشرة الدخول في الموضوع مباشرة. رقم الهاتف بتاع البرنامج 29 766 ألف، 29 766 ألف. تبعث اس ام اس والا تجيونا مباشرة للعنوان التالي. العنوان التالي، العنوان نهج 8612 الشرقية واحد مملوا علي حد تونس. شوف الوضعية بتاعته هي من بين الوضعيات اللي أنا نحبهم في البرنامج الحقيقة. معناتها كي نقرأ الورقة فهمتني اللي هذه اللي قدامي نفرح برشا 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 برشا، وأدعو المشاهدين الكل أنهم يتفرجوا. معناتها كي تجينا وضعية كيما هذه أدعو الناس الكل أنهم يجيوا يتفرجوا. دونك احنا باش نعملوا تويكا نص ساعة صمت ساكتين، نص ساعة ثلاثة ساكتة هكا لين يلموا بعضهم المشاهدين الكل حتى من القنوات الاخرين. ميساجت فهمني ما يجيبوا من التاسعه ومن كارتاج بلس، من القنوات الاخرين يجيبوا المشاهدين برو لموهم ويجيوا يتفرجوا في الحلقه نتاع الليله، لانه الحلقه نتاع الليله يلزمها تكون نموذج عندنا بنيه اليوم استثنائيه. شوقتكم شويه، خلي الليل يلموا بعضهم للساده المشاهدين، خاطر ثم توا مازال شكون قاعد ياكل وانا نحكي. ركز معايا حاضرين، نستقبلوا ما غير مقدمات نورة. تحية نورة. عسلام فضل نورة. عايشك زرتنا البركة. وبيك أكثر. مرحبا بيك. وبيك عايشك حتى أنا مش صفق معاك. صفق معاك توا صدقتوني توا طول ما عرفتوا الحكايه لا شيء، تصفقوا طول كيكها وهي تصفق معاكم حتى مولات المول. بالطبيعه بالك غلط، اش تحكم على الظاهر؟ غلطكم بالك شريره. نوره مرحبا بيك. وبيك اكثر. جيتينا بالكيف. كيف العالي. كيف العالي. نسمه الكافيه. نسمه الكافيه. منين من الكيف؟ نوره قاتري فلاحه
من السرس. السرس. بابا الله يرحمه اسمه الطيب مبارك القاتري. في المنطقة نتاعنا هو من أشهر فلاحة معناتها في منطقة السرس. توفى في 2005. الله يرحمه نعم. أخف غادي تعرفوا عليك خاطر باش تسوقي وحدك ظهرتي. بالطبيعة. نورة قلت لي أنت فلاحة. فلاحة. يظل لي موضوع كبير اليوم. إش تعمل بذو سمعت فلاحة؟ الحقيقة خليني نحكي لك يعني من الأول حب الحق خاطر فلاحة ومغرومة ونعشق حاجة اسمها فلاحة. به أعطيني من الأول بالكل تولدتي في عائلة قديش فيها من خو أخت؟ احنا الكل ستة صغار. ستة صغار. ستة صغار بابا الله يرحمه يعني انا واختي شقة والاخرين اخواتي من البوق. ما عمري ما في نهار نحب نقول لهم اخواتي من البوق خاطر انا كي تربيت في الدار تربينا كلنا اخوات برغم فارق العمر ما بيناتنا انا اخواتي معناتها بريسكندد امي. ما نحس روحي بالعكس انا الكبيرة فيهم وهم كلهم صغار. هذا الضربة الاولانية مازال عاد هي بوها ما يخزوز نساء. كي نقول لك ثلاثة. باي هم ياخذ ثلاثة يرحم. مش مزهار ما كاش مزهار. ما ياخذ ثلاثة مش مزهار. وعفو. لا لا. الله يرحمه الله يرحمه اختي الله يرحمه. تعيش بتراحة. الله يرحمه. زهرته مع أمي. ياخذ ثلاثة مش مزهار. خليني به به احنا هم المزهارين. به كل واحد رؤيته للزهر. كا. به ياخذ ثلاثة مش مزهار. هو قال لك هيك. هو قال خليني. به شوفي اختي. خذي المرأة الأولانية قداش جاب منها صغار. بنية. بني بنت عمه ما تفهموش واخته ماخذه ولد عمه الحصى يا بناش بناش جاب بنيه هذه الكبيره فيكم وي فضيله اختي عمرها اختك الكبيره اكبر من ام ما نعرفش بالضبط اما اختك اكبر من امك اكبر من امي وحتى ولادها هذه اشهار ساجي لحظه سيدتي سيدتي نستقبل الفتاه نوره نوره اليوم في غريبه عجيبه لن تصدقوا نوره انت قول صحيح ولا اختها اكبر من امها به اختك الاولانيه اكبر من امك ايه كي عرس بالمره الثانيه جاب صغار جاب ثلاثه وتوفت هي وبنتها يعني في الولاده الله يرحمها الله يرحمها زوز اخواتك هذوما اللي عايشين من ام من الام ثلاثه ثلاثه اكبر من امك لا في عمر امي في عمر امي هيك لحظه أعزائي المشاهدين أبار أنه عندها أختها أكبر من أمها عندها ثلاثة أخوات نبات أمها جينيراسيون تاع أم جينيراسيون تاع أمك؟ أي في عمر أمها عندها ثلاثة أخواتها جينيراسيون تاع أمها هاي سيدي أمك يظل يخذيها صغرونة أي خاطر هو بعد معناتها كي توفت الزوجة نتاعو الثانية كيف علاش قلت لك قال مانيش مزهار كلي قرر ما عادش باش يعاود حياته جملة يعني يزي قال زهرت ليش يزي بقى سنين معناتها ما خذاش صدفة معناتها تقابل هو وجد أمي في القهوة فليح زادها معروف خاطر تبك تعرف فليحة الكبار يقعدوا مع بعض نعرف جي وقايد فطور نصف نهار قال له باش تمشي تروح يعني تفطر قال هو يمشي يروح يعني زوجتي متوفية الأولاد عند خويا ما ربيتهم مرت خويا نحن خاطر قداش عمره وقتها الوالد؟ قريب الخمسين في الخمسين هكاك الحاصل حكي له تفاجئ يعني جد امي تفاجئ بالحق خاطر كي شوفي حالته معناتها خاطر نحن عندنا معناتها عمي ربى اخواتي هو ومرته يرحمها الله يرحمهم الاثنين تو يعني قاموا بالواجب فهمت كي شوفي نظيف وكل شيء في بيلو يعني مع راس امور واضحه قالوا لي احكي له حكيته يا اخي جد امي معناتها قال له كي نقولوا نحن عندي
ما مزينه يعني وكل شيء، عندي ورده باش نهديها لكم، نقول نحن كيف نلح في بعض، وكان وكانت معناتها هكيك الحكايه، تزوجت قال لي عندي ورده باش نهديها لك، اي خاطر امي ما شاء الله معناتها مزينه. ايوا شفتي الناس كيش امي معناتها هما رجال في بعضهم، ومعناتها وبابا بالحق كي قلنا قمه الرجوله. انا نفتخر اني هي بنت الطيب القاتري بالحق، ربما انا صحيح انثى نقولوا نحن في الجنس، اما عندي برشا من قلب الطيب القاتري، والله يرحمك يا بابا ما وصلتش كرامتك ما اليوم فرصه، يعني فرصه باش نكرم امي وفي نفس الوقت باش نعتز ويعرفوا معناتها ولايه الكيف معتمديه السرس يعرفوا نوره بالطيب القاتري، معناتها نوره بالطيب القاتري خاطر مش سهل. بابا صنع مني فارقت عمري 17 عام، مشني كبيره يعني، وما عشتش معاه برشا بحكم قبل في الصغر كنت الطريق مش باهي، كي قرينا في دار عزيزي ورجعت عمري 15 سنه وقت اللي عشت مع بابا شدت الطريق عامين. يقول لك ولد شيب يربيه اللي تم، بابا خاف منها الحكايه هذه، يعرف المثل ديما يقوله لي، كان خايف من الفرقه نتاعي، كان خايف باش يخلي نور عمرها معناتها حاس اللي هو مش باش يكمل معايا، يعني حاس روحه كبر، يعني يقول لك سبحان الله الموت حق في كل وقت، معناتها في عامين نحط شخصيه لك الفضل. شوف اختي نور، اختي نوره، انا لاول مره في برنامج باش نقعد غادي تكلمي اسالي روحك وحدك ولا بالحق، ولا ما تستحقيش اسئله، احكي ابدي يعني هاني قاعد غادي. باهي كما حكيت لكم الناس الكل راني بالحق، معناتها بابا كي روحت له عمري 15 عام ما كلي حب ينحت شخصيه معناتها فولاذيه، نوره طفله لحنينه بنت بوها اللي تلعب معاه اللي طيب مبارك القاتري تخشيه الرجال الكل، وقت يوقف بابا كي يتكلم يقولوا نحن الصيد ويزهر، تخاف منه الكبير كي يسمع اسمه قبل الصغير. انا لا انا كنت كطفله جت معناتها في العمر كبيره كلي مبربش وياسر نهرب له بصبات ونعمل له الغريب الكل، الناس تبدا متفاجئه يعني في معاملتي معاه. انا بابا يبدا في القهوه نخلط عليه باش ناخذ مصروفي بحكم نعيش في دار عزيزي، ندخل القهوه بابا يهبط لي جازوزه بحذيه وكعبه من الفوين فكرها كيما توي قعدني في القهوه نسلم على اصحابه الكل ويقول لهم هذه المزوزي، نقولوا نحن كل كسبي والمزوزي يعني كل معناتها على الكبر جايبنا. شنو المزوزه هذه؟ مزوزي الطماطم مزوزي ما فما طماطم البدري تحضر بدري، نقول نحن بكري الاولى والمزوزي يعني الاخرانيه، يعني معناتها نقول نحن من العش الثالث يعني الاخرانيه. شكون مزوزي لنا يا ولد؟ انا مش مزوزي، انا بين المزوزي ربعي انت متوسط والتزوزي ربعي. انا ربعي الوسطاني في الوسط ربعي هاني قلت لك. معناتها كان فخور برشا وسرتو نحن سبحان الله لبنات الزوز يعني جيناه قرايين بالقدا، معناتها كنا متفوقين. بابا انا نتفكر في السيزيام معناتها وقت اللي نجحت الجائزه نتاعي هو اللي مشي ياخذها، هز الكاتكات معاه رجل اختي عبيها بالكوفريت كان يعرفوها الجماعه الكبار كيك ستوكيت كوفريت كرادن وجازوز باللار، وفي المدرسه ويفرق هو في النوفيام كيف نوره تنجح ما تخرج ريزلتا لي برومي كان تخرج معناتها عن طريق البلديه الوحدين قبل الناس الكل تعرفهم اوائل نتاع المدارس ولا المعاهد. بابا يسمع بنوره معناتها الاولى يمشي هو قبلي، ومن عمري ما خذيت جايزه انا، كل جايزه يمشي لها هو يجيبها هو، عمري مثلا في اخر العام مثلا يكلموني الاداره يقولوا لي نوره لو عندك جايزه باش تجي مثلا اليوم الجايزه يمشي بابا، وقديش كنت فخوره كي يمشي بابا، وبابا بك الجبه وكل لحفه ويدخل الكليج بابا ما يمشي مثلا يمشي طول علي يتفقدني ونغيب عادي، وبرا كان غيبت يقول لي جميله بابا نهار خذي لي بيه ومتغش وباش نفسه نقول بابا راني هنا باش نفسه، وعلاش لا نعمل ابيه نعمل ابيه الله يرحمه والله نعمل ابيه حق نعمل ابي، تعرف اعطاني علمني الثقه بالانديريكت، عمره ما قال لي ما تمشيش ولا ما تعمليش ولا ما تشوفيش ولا مستحيل، بنتي اش تحبي؟ لبسه باش تلبسي البسي اللي تحبي، باش تخرجي وقت اللي ما تحبي، حاجه واحد بنتي راهي خير من 10 رجال، انت راكي بنت الطيب، تعديت مره قدامه في القهوه بابا قاعد وانا متعدي في العشيه كي روحت انا وياه قال لي نوره خيش بيك كي تتعدي تمشي راسك ياسر هزيتي. تعرف جعفر جاوبته برغم راني صغيره ما نعرفش الكلام كيفاش كان يخرج، قلت له راسي مرفوع بك انت راني بنت الطيب كي نتعدى في اي مكان. انت بابا ركميت وانت حملتني الرساله وقلت لي نوره نتفكر وقتها نهار اربعة قال لي نوره في داية ثلاثة ايام ما نعرفش بابا كيفاش رقد وفاق قال في دي ثلاثة ايام ثلاثة ايام باش نفارقكم لا مرض لا حتى شيء،
وفعلا 3 أيام بابا فرقنا. أما في 3 أيام بابا حملني أمانة. صحيح أنا صغيرة، ما بابا حملني أمانة، قال لي أمك وأختك أمانة في رقبتك، اليوم نتقابلوا عند ربي يسألك عليها. هذه الأولى. والثانية ما قاليش أقري، أنا كنت الأولى متاع الباك تكنيك، ما قاليش أقري، قال لي أرضك أرضك أرضك، أرضك هي عرضك. نتفكر وقت لي بابا مات، الناس معناتها مصدومة، بابا هبطوا في الجريدة في اتحاد الفلاح الفلاحين، الناس من كل بقعة جت من سوسة، من نعرش، صدقوني من كامل تراب الجمهورية، محامين، ناس كادريت، معناتها نافستهم هما كلهم، معناتها يعزوا فيا وخايفين عليا، طفلة صغيرة ذيش باش تعمل كمان. ديما نقعد في عقلية ريف وبنت ريف وصغيرة، وكديما توقعك العائلات نقولوا نحنا كي يموت الجمال تتفرق العديلة، خاطر بابا كان ليمل الكل. يا بابا يا بابا يا بابا. وفعلا دخلت بيناتنا العبيد، علاش وجدت فترة والحمد لله تو رجعنا تفرقت العديلة. لكن برشا كلمات ما كنتش نعرفهم، برشا حاجات ما حكايات حكاهم لي هما في مساق حكايات. بعدنا كل يوم شو نقول؟ نقول لهم يا وليدي راي مدرسة الحياة، مشي المدرسة اللي قريت فيها أنا، نقريت حات للباك ووقفت وتبدلت حياتي جملة واحدة، من حلمة أني يكون مهندس طيران للفلاحة في التيران. صدقني وقت يتعدى التروبوم تاع بابا 400 نعجة و60 بقرة ما نعرفهمش، حتى كيتعدى عليا تقول لي يا ضم تاع بوك، نقول لك راني ما نعرفهمش، خاطر عشت الدلال، عشت كرهبة تهز وتجيب على الليسي، عشتك الطفلة اللي مخباها بايو متاحة نتاعو، يحسني نتاعو، يحسني التحفة نتاعو. هو حتى كي يجي ضيف يبدا يعيط، مش يا نورة يا نورة، كي نورة الناس في بالهم امرأة كبيرة هك، هو فخور بي ونمشني فيقة، هو خاطر خايف من فراقي. بالحق بابا ديما يقول لي بنتي راني فرحان بيك، أما كيفاش نهارت اللي باش نفارقك؟ كيفاش نهارت اللي باش تكوني وحدك من غيري؟ وبالله يا رحمك الحمد لله إنه قلت هالي وأنت حي، الحمد لله وانت عطيتني دروس وانت حي، ما خلتنيش راك حتى وانت توا هني نقولها، ويكون هو يسمع فيا عند ربي، حتى وهو توا عند ربي نمشي بكلامه هو. كل مره سيجار صدقني تصير حكايه تخليني نقول اخي يمشي قالها لي بابا، كل حكايه نتاعها صاحب بيك وراه هو الصاحب الصحيح، جي نهار وعرفتها، حكايه رزقك راه ما يعطيك حد عرفتها، حكاية نورة أوق في وقف الترجير وما فهمش فرق. بابا رجل كبير يعني صدقوني عمره ما نهار ما قال لي راي فما أنثى تعرش، يقول لي في الجنس، يقول لي أنثى وذكر، أنا مش يقول مرأة وراجل، يعني ما يفرقش. بابا يعرف الكلني كيف كيف، برغم شوفوا بابا وقت اللي توفى في 70 يعني 72 سنة كان ينجم يكون بعقلي أخرى، أنا ديما فرحانة به لتو، والحمد لله والحمد لله إنه بابا حملني أمانة أمي وأختي. أنا أخويا هو الحقيقة ما أدليتي به الآن من خطاب ياريت العالم الكل يسمعه. الحقيقة وإحنا في 2022 ما زلنا نعيش التفرقة، هذه بنية، هذا طفل، هذا امرأة، هذا راجل، ويفرقوا وقت اللي يحبوا، وقت اللي يحبوا باش يردوها مراه، خاطر يا منسى خير من ألف راجل الحقيقة يا ربي. وقتش يردوها مراه وقت اللي هو ما حاشتهم باش يردوها مراه. حاجة أخرى اللي ألفت انتباهي هو ما مدى تعلقك ببوك، راه الموت بالنسبة لي أنا موت الجسد حكاية فارغة، موت الروح، موت الروح. يا ما ناس فارقونا والله حيين معانا، والله حيين معانا، وياما ناس حيين معانا والله موتى. صحيح والله موتى. جعفر ريت كي تدخل لداري ناس سالة متاعي نورمالمون معناتها نحط تصاوري ولا تصاور صغاري ولا على فكرة كلها تصاور بابا. ريتنا نهارت لي مات بابا وانا عمري 17 عام، ساعة أول حاجة كي نقولكم شو عملت بعد بعام عرست أنا بنتي لولا وجبتها عمري 19 عام اللي ربتها لي امي، صغاري لمحل كل ما ربيتهم امي. علاش انت باش تقول نوره باش تخرج وخايفينها كونها نقولوا نحنا مراه؟ ربي سبحانه طيحني في ولد حلال الحمد لله، نخرج وقت اللي نحب وندخل وقت اللي نحب، واللي يتكلم يسكت. باب 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 نوره ب10 رجال، نوره تمشي للسوق
سي جعفر انا اختي تعمل استاذ انفورماتيك دكتوره تراث ومسرح ودكتوره اخراج ومازلت تقرا ونحبها تزيد تقرا وباش تقرا وريت ريت علاش خاطر بابا الله يرحمه كيما قلت لك وقتي حملني الامانه ناس تفاجئ تقول لك اخي يحكي مع الطفل الصغير وصفاه بابا حتى اخواتي الكبار وصاني عليه وصاني عليه قال لي نوره دوك مرام اخواتك اخواتك وهم اخواتي هما يعرفوا نوره قديش تحب الله يرحمك فخر الدين خويا خويا الكبير توفى لمحله في فيبي الله يرحمك خاي ما تخافش ولادك زادة كيف كيف حتى هاني من التلفزيون نقول لهم راكم ريحة الغالي وما يوصلكم شيء مادام نورة حية راكم كي أنتم كي أميرة كي الناس الكل حاجة أخرى نحب نقولها لحظة يا شختي لحظة يا شختي للناس للناس التعبين للناس اللي ما عادش عندهم ثقة في الحياة وما عادش عندهم ثقة في الناس للعائلة اللي تفرتت للعائلة اللي تفرقت للعائلة اللي تدمرت للعائلة اللي يخول عب على الرزق الكل للعائلة اللي نساء عركة الرجال والأخوات بعضها للعائلة اللي الأم مهجورة والبو متروك للعائلة اللي البو حيت يهز وحيت يرد ولا في باله ولا في دراه للعائلة اللي هم للأم تخليت للعائلة الكل وللعائلات اللي لباس صح ستار ربي بقى علينا السطر وربي يحفظنا راك نقول للعائلات هذوما اللي غدروهم واللي كذا راهو احنا منكم ربي مبقي السطر علينا رانا الكلنا كيف كيف الخطاب هذا يلزم يوصل اكثر ناس ممكنه يلزم خاطر ولا للاسف خطاب نادر ولا للاسف عمله نادره معناتها انه تقيم باخواته وهي صغيره وبوها حي في وسطها وفي جواجها والراس مرفوع وذكر وانثى برشا خطابات ربي يبارك لك قبل ما نجيو لامك تفضل جعفر الحياه انت كي قلت كي باش خليني نحكي معاك خاطر ريت اللي قدامك هذيا بالحق راني عندي برشا تكريمات وماني قد ما تكرمت وقابلت حتى رئيس الدوله هنا تكرمت بالله في عيد المراه اي نا كي تقول لي انت نقول لك نا راني نا نوره انت جعفر ونانورة ايه؟ انت جعفر الجسمي فخور كونك مذيع نانورة الفلاح وربما كان تحطني في بوقتك نجم اكون اقوى مذيعة فيك يا تونس فيك يا عالم بالحق انا متأكد ثقة نتعلمت يا جمهور الأولاد ونساء والكل اللي هنا اللي معايا اليوم نبش نقول لكم حاجة أنا تعلمت ما نخاف من شيء كي نبدا ويقفى نعرف روحي شنو نجم نعمل نحن حتى كان دخلنا حديث من شيء ما نخاف من شيء كلمة ربي سبحانه ما نخاف من شيء ومن حتى حد وكائن من يكن ونتحمل كلام معناتها مسؤوليتي في الكلام هذا خاطر أنا تعرفش تعلمت في الدنيا هذه إذا كان ربي مش مقدر لي حاجة خيبة عمرها ما تصير خاطر كل شيء بيد الله لكن نسعى ربي ما يخلينيش انا بابا كان حلمته يخرجني لفرنسا وكان حلمته نخرج له مهندس الطيران وكان طاير بي كي ما كتبش اما فرنسا مشيت له وكان نقول لكم كيفاش مشيت له تو ربما تقولوا والله كيفاش مشيت دخلت مجمع فلاحات جروبمون تاع نساء نحن نعملوا فلاحه تشكلنا مجموعه وبدينا نخدموا في طار مجمع فلاحي جت فرصة باش نخرجوا لفرنسا في تكوين عملتوا هيكل وحدكم وحدنا هيكل مهني سموه تبع سيار دي إحاطة مندوبية متاعنا نشكرهم الناس الكل غادي في الكيف عملنا مجمع فلاح اسمه مجمع فلاحات السرس وبدينا خمو باش نعملوا اونيتي دو ترانسفورماسيون دو لي بطبيعة نحن نعرف الوضع الراهن وبلادنا ما عندهاش الإمكانيات أكلي كانت لنا فرصة باش دعمنا من الجهة زيادة الألمان والفرنسيس في الدعم معناتها الفرنسي كانت معناتها باش يخرجوا منها وحدين لفرنسا باش يشوفوا كيفاش فابريكاسيون دو فورماج فورماج على فير مشيت نام الجروب بصوت في ترابي مشيت نام مع لي سانك اللي مشوا ريت كي مشيت وانا طالعه في الطياره اقسم لكم بلي خلينا نقول هذا يمشي دعوه بابا يعني كرضايه حلمه بابا اللي هو باش يخرجني لفرنسا خد ديما يحلف بلي مي خذ الباك والله ما نخرجك لفرنسا كملي تقري غادي وقت لي ماشي نقول يا ربي سبحان الله يعني انا ما كملتش قريت اختي تو هاي معناتها تقرا وكل شيء انا ما كملتش اما هاني مشيت ليه وكي مشيت غادي ورغم حكيت مع معناتها كي شفت معناتها الفرمات معناتها وكيفاش الفلاحه ما يحاولوا معناتها في الحليب غادي في فرماتهم ويعملوا فرماج على فرم اللي هي حلمتي واللي بدايه مشروع نتاعي ان شاء الله في الفكره هذه كي جاء واحد منهم كي جبدني عشير وحكي معايا قال لي تنجمي تقعدي خاطر عرفني كومبيتونت عرفني اللي انا انسانه خادم بلادي اولى بي نكون معلمه في بلادي ولا خادمه عند الناس وما رغم هو اللي باش يعطيني الدوره
حاجه اخرى جعفر تعلمتها. معلمه في بلادي ولا خدامه عند الناس؟ جعفر حاجه اخرى تعلمتها. ما فهمش شيء صعيب. فهمش شيء صعيب. واللي باش يعطيك راه اليوم يعطيك غدوه يمن عليك. دراعك. نديما نقول لهم في الفيسبوك ما عنديش حق على فكره، انستغرام ما حبيتش نعمله خاطر نحسه سورس دارجون. عامله كونت فيسبوك عاديه، عندي برشا ناس تتبع فيا وننصح فيهم، وكي تبدا عنده بقره معناتها مش حار فيها ولا حاجه معناتها بالممارسه وليت نفهم بالقدا بالقدا. ننصح العباد في كل شيء. عمري ما نهار انسان مد ايدي باش يعمل مشروع ونخليه رخ، وديما نقول لهم الفلاحه راهي عمود الاقتصاد. تونس لو كان توقف بالحق، لو كان توقف نساها حرايرها انا نقول ورجالها وتخدم الفلاحه على قاعده ما نستحقوا حتى حد. خاطر نحن نجموا نغطوا حاجياتنا وحاجيات دول اخرى. ما نحن مازلنا في عقليه الشاب قاعد هارب من الفلاحه والراجل الكبير. مانيش ضد ما يراو به الحاج كي تقولوا اقرا وحب. شم ريحه تراب بلادك. حبها. نكي نخدمها عمري ما نهار خدمتها وحتى كي نمشي فوقها نحكي انا وياه. برشا يقول اخي نور شبيه تزرع في الليمونيتر بالزقبي. يا تجيني فترة عندي سمارة عندي كل شيء نحط شكارة بيش. شكارة هذيك نقولوا نحن شو اسمها؟ شكارة نقول ما نعرفش اسمها الحقيقة نحط هيك شكارة هيك زقبالة قلتي ولا شو؟ زقبية 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 اللي هي شكارة اي اي ونزرع لمونيتر بايدي يقولوا لي نور اخي الهنشير الكبير هاك زرعتيه بالتراكتور اخي بقت المساحة الصغيرة هذه علاش ما تزرعيهاش؟ تكمليها بالتراكتور ونقول لهم راهو يلزم كل مرة قطعة نعفسها نابسة جاية وتاخذ لمونيتر بداية الصغيرة هذه راني نبدا نزرع فيها ونكلم فيها. ياهي وش بيكي ما جاوبتيش ولا وعليش بالحق؟ كلمي مع الارض. مع الارض ارضي هذيك عارضي. تحكي معاه. نقولها يلزمك تجاوبي. يلزم اللي قال نور اسنان مشي باش تحصد خير منه. ويلزمك تسكتي بالحق ترسي جعفي بيكني فما ناس وصلت تشوف تدخل طابتي نحو سبوله ويبدا يحكوا كي يشوف في النعم. عملت تجارب مع ديوان تربيه الماشيه في زراعات مع البقوليات والخلائط العلفيه وتخيلوا انت وقريت عليها وكل شيء دي فورماسيون. اقسم لك بالله رجال حيرتهم خليتهم ولوا يمنوا اش معناتها نوره اش معناتها انسان مختلف ما راني ما نحبش رجال حيرتها طبيعي خيتي بسم الله ما شاء الله دوختها كلها عامله هكا ما فهمتش شيء يعني تعرف علاش عامله كيكا خاطر حديثك كله من قلبي وصل القلب تعلم تحكي بصدق تعلم اللي عندك تقوله تو تحس بك لعبيد به نبداو بالطفولة في جملتين كيفاش عشتها؟ طفولة بعيدة على داركم؟ ايه ما الوالدة وكانت مصرة باش نقروا حتى بابا كيف الحقيقة معناتها قريت في دار عزيزي ربي يرحم مماتي ويخلينا عزيزي طيب الورفلي ربي يخليه ليا هو وخالتي والعائلة متاع دار عزيزي أكل يحبوا القراي ويحبوا المرأة الناجحة ويحبوا المرأة القوية يحب ما يربوكش ضعيف ومهلهل نكرهها أنا بحق تربيت مع مماتي الله يرحمها مرأة بعشرة رجال مهلهل إي مهلهل يبدا كيما تو هزينهم جايبينهم هما وياهم نهار كل ضيعوهم مطلعينهم حال شكون؟ خمس تشوف المدرسة أنا بالحق أنا مرات نحتار نقول الأمهات هما اللي يقروا ولا الصغار كان في الامتحانات الأمهات تلقاها كلها بالفولار وتسأل وحالة حليلة كان تهز فيه كل يوم ماشي جاي هو ما تخليش يبني شخصيته شو لازم نعطينا شنو لازم تعمل؟ انا بنتي كان نقول لك بيلوت عندي تقرا بريمير في الليسي والاخرى سنه ثامنه معيناتهم في 18 ما انا ماشي جاي كيف نساء بنتي نقريها ريت شنية من سنه اولى للثالثه ناخذ مسؤوليه بنتي ما نعطيهاش ليتود ما نمنش بيه انا امها قاري نقري بنتي نعطيها بازل في العربي والبازل الفرنسي سافا سايي وبنتي هي جيلول خاطر شوف انا كيما تربيت نحب نربي صغاري انا بناتي تو حب الارض هذاك معديهولهم بطبيعته والقرايه هذيك حاجه لازمه باش تعرفي ابسط حاجه تحسبي ما عديهاش عليك حتى حد تتعاملي مع ارضك شوف فلاح عشيك مش مثقف في ميدان الفلاحه ما عنده وين يوصل ومهندس ما يكملوش فلاح في التيران ما عنده وين يوصل ما تقولش هاني قريتها بالعلم هاني مهندس طنها بالتيران نطيح على الفلاح لا ما تنجمش روحك وما تقولش هاني فلاح بالخبره تو انا نطيح على المهندس انا منت اللي هذوما الزوز لازم يكونوا موجودين في الشخص اللي باش يخدم الارض خاطر كي مارستها وانا مطلعه باللي فورماسيون مش نوره المارسة هكاك دخلت للفلاحه هاي عندها الارض وهي تعمل اش تحب ناس صغاري هكاك منحبهم بالحق يطلعوا خاطر الحياه هذه ما تعرفش على الموت وقتاش ما نعرفوش عند الكبير عند الصغير ما نعرفوش صغيرك
من اللي يبدا يفهم في الدنيا خليه انسان يعتمد على نفسه. امي وش تقولني صغاري ريتها امي كي تبدا تربي فيهم حتى كي يبداو ياكلوا، نحن كتشوف لهم هاد حاله وتبدا خايف عليه ما تخدبش، امي تحط لهم الماكل تقول لي خليه يغفص بيديه وماكلته تطلع عليه وخليه يتعلم ياكل. شنو هي تقول لي جايبه حاله وتمسخ؟ خليه يتمسخ، خليه يمشي يلعب بالتراب. بالحق امي ربتهم على قد ما تخاف عليهم على قد ما عطتهم حاجات هي مشي فيها قبل واحد، صدقني هاي تو ما مشي فيها قبل الحاجات قاعد تعدي فيها. اما ليك اني لاحظ قاعد نشوف بالحق معناتها في الايجابيات كيفاش قاعد تجي على صغاري. تو مثلا كي تعاركوا الصغار فما شكون يفك الصغير؟ ماما تقول لي يا بركه صغار خليه يتعاركوا. بالحق نلقى هذيك الكل تبني في شخصيه ولادي من غير ما فيق. انا قلت لك تو هنا لهنا اليوم عنا زراعة حق نشكر الستاف نتاعي الكل، نشكر طارق السوني، نشكر طارق وطارق ولد القادري هذا السوني نتاعي تو شاد الثانية، نشكر حمزة في البير قاعد ينكسوا في البير، نشكر عمر قاعد يزرع الآي تو عمر قاعد يزرع لي تو في الطبق والمسيو معاه، خاطرني بحكم إني تو في وقت الزريعة ونكس في البير وخدمة وكل شيء ما خرجت إلا ما خليت وراي ستاف صحيح من الخدامة للعائلة. ولدي مشى هاو يقرا معناتها تحضيري مشى يقرا وهاو مع بايو تو يزرعوا، البنات يقروا يروحوا يعاونوا بايو مشى يحلبوا البقرات عادي يعني ريت يزم كي تخرج نوره خاطر نجي ولادك يحلبوا في البقرات. شنو هي المشكل؟ تشد الماكينه وتحلب وتفهم في كل شيء. مش المشكله في اللي يحلبوا في البقرات، المشكله الحليب مقطوع تو باش نجيك انا. انا تو بكري تحكي عندكم بقرات يا خويتي. ايه الشباب شكون ما عندوش حليب يهز يده؟ هاي معايا وين السكنة في السرس انتم؟ في السرس هاي معانا مرحبا بكم الكل. بالحق ولادك يحلبوا في ال عادي التوانسة هذول باش نجيو هالمرحلة هذيا شنو اللي عندي كهرباء باش ندبروا بقرة باش نحلبوها باش جعفر عندي كهرباء كان قلت لك بالضحك سيري 38 اللهم صل على النبي شيخ عليها انا نحبك هكاك انا ما نحبش اصل في مخي هكاك. بنيتي توش قلت لهم ريتوا صيف السنه باش عندي طبه كبيره يعني باش نسيبكم انا وانتم والكهرباء نعلمكم نسيبكم تسوقوا تعلموا انا ما عندكم لا حفر لا حاجه تعلموا. قلت لي علاش ما قلت لها عم جيبش تخدموا ثانيه زوزوا مع بعضكم باش كي تمشوا باش تقصوا الماء ولا تمشوا للبير وجود تسخفوا بها هيكم ماشيين جايين. شيخين تو البنات يستنوا في الصيف يخدموا ثانيه وحدهم قداش عمرهم؟ يلزم يخدموا يلزمهم يخدموا بالخدامه اما كيفاش يديريش؟ قداش عمرهم؟ قداش عمرهم؟ واحده بريمير عمرها 15 داخله في 16 والاخرى 12 داخله في 13. اي اي به 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 لا يلزم اي 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 يستانس اي اي كي هي تعمل الشريك وتوقف عليه ويقولها جيبي لامونيتر واعملي واعملي وانا نقولها راه وليت الشريك عداها عليك ما عرفتش تحسبي ومنا ومنا تبدا تمشي في الدنيا كي بشوي. خاطر كي مش خليها في مدرسه اش قلت لك انا راهم هما زوز مدارس عديت بهم يغلطوا فما مدرسه الحياه ايه. وفما مدرسه تعليميه انت المثقف فما انسان علاش يقرا يوصل عمره 25 و26 سنه كي تحطه في دار الدنيا يضيع خاطر المدرسة هذيك ما خذاش عليها حتى فكرة قاعد كان يقرا في معادلات واحد مع واحد اثنين لأن نجم نقول لك واحد مع واحد يجي أربعة خاطر الحياة دنيا أخرى الحياة راهي معادلات الحياة صعيبة ياسر خاطر بني علاش كي نهارتي خرجت ليها معادلات الحياة لو ما جاش التأطير مع نتاع والدي كنت نضيع كنت نضيع صدقا راهي معادلة كبيرة ياسر راهو علاش بالحق لي جون وتوا برشا ناس تلقيه موظف يقول لك مشني معرس ما في جوع نخش مسؤولية يعني. خاطو ما عرفهاش مدرسه الحياه من الصغرى لو كان انت جت الام والبو يقعدوا الصغير اليوم ما عندناش فلوس ما عندناش مصروف وحتى عندهم راه يحبوا يحسوا بسيتياسيون اللي ما فهمش فلوس مش ديما هات 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 وخذ خذ خذ لا تحسوا اللي اليوم هات شنو نعملوا فطور باللي كتب ربي هذيك تقول لك نعمل مثلا عج هذيك تقول لك مقلي هذيك نوصلوا الصغير تعلموا الدنيا تعلموا من غير ما يحس وهو فرحان والله انت يعطيك الصحه فكرتك انت صح انت فكرتك ليه المره الجايه تنشوفوها يولوا حتى في الحياه يبرمجوا اعمل مشروع صغير على قدك كل حاجه هذيك زيد هيك هذيك هي الدنيا هذيك هي الدنيا راهي دنيا مزيان الدنيا مزيانه ومزيانه ونحن منين 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 جيتينا انت منين جيتينا منين جيتك من سرسنا يا لحظه عاد خلينا نفسر لك حاجه انت خطابك هو اللي مستحقينه اليوم انت ليتو خطابك هذا لو كان تقول وراه ثم برشا ناس يستناو فيك تتكلمي انا مثلا نعطيك جعفر قاسم انا ماني نتكلم زاد نهر وساعات قالوا لي واش تتكلم لانفيتي ما يخلو واحد كتب لي كومنتير تي اسكت قالوا لي لانفيتي ما سمعناهش تي اسكت انا هاني سكت نتكلم خاطر عندي حاجات نحب نقولهم ونجم نوصل يا ريت انت اولا يا اما لازم برنامج تاع التلفزه تونس وقت الكورونا وقت اللي العباد الطب يجيروا طب ليه تبيض وحاله حليله شكون وقف له نحن الفلاح نحن تونس نحن حرايرها نحن اللي نتمرمدوا نحن البيت وما نرقدوش في الليل هما يرقدوا ربما عندهم سوية يعني بيت ما نرقدش بيت نبدل في الماء
في ليفان. انا وقت الكورونا اول ما بدت وكل فجعه نتاع الكورونا ديجا انا وقت حبيت نجي بحذاك، ماني قلت لك انت راك وليت لي حلم الساعه. ثلاثه مرات نجي بحذاك، ومرتين مرت بالكورونا ومره ولدت لي البقره وما جيتش. والله وليت لي حلم. ما جيتيش؟ اي وليت لي حلم. ثاني البقره الحمد لله اللي ولدت. الحمد لله. اما ريت شنو وقت الكورونا واكل فجعه نتاعها ملول والعباد خايفه، اول حاجه نتفكر روحي عملتها قلت لهم يا اهل الاخ مدينتي الفيرمه محلوله للناس الكل، تحبوا على هواء نظيف انا داري وفيرمتي وارضي ليكم للتوانسه الكل، اللي يحب يجي بحذايا مرحبا هواء نقي هنا مع بعض نزرعوا ناكلوا من تراب السرس. عمري ما نهار في بالك حاجه هاني نخدم والحمد لله، وكما قلت لك عندي برشا تكريمات وعندي احلام ونحب نعمل طابل دوت ونعيش في حياه ورديه. تعرف علاش؟ خاطرني تونسيه ابا عن جدا، خاطرني نشم ريحه تراب بلادي نشبع. عندي جست ملاحظه صغيره على مساله الطب، رأيي هذا الشخصي ويلزمني. قلتي احنا اللي نوكلوا الفلاحة، بيان سور الفلاحة مش توكلوا كان في الطب، توكلوا في الناس الكل، توكلوا في العالم الكل، توكلوا في تونس. الاخرين يداويوا فينا، خاطر لا قدر الله عليك وعلينا وانت تزرعي في الارض ولا قدر الله مرض طحت كذا، ما تنجمش تواصل كان بالطب. نعرف كلنا نكملوا بعضنا، اسمعيني في هذيك هاو. الكلنا نكمل. أنا فخور جدا أنه جات الكورونا. نقول لك أنا حاجة باش تتصدم تو، الناس خايفة في الكورونا وأنا نحمد في ربي يقول الحمد لله يا ربي على الكورونا. أكل اللحمة وأكل الإحساس وحبينا بعض. حاجتين 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 عملتهم الكورونا، حاجتين عملتهم الكورونا. أولا قعدنا مع ديارنا أول مرة نقابلوا بعضنا، أنا ثم ناس أول مرة أهلا وأهلا، أنت معنا فامي بابا مرحبا مرحبا. الكورونا هذه عملتها، الكورونا صحيح عملتها صحيح. والأهم من هذه تعرف شو عملت الكورونا؟ رجعت الاستحقاق لمن يستحق. صحيح. خاطر نحن نعيش في عصر نتفه العميق ونعمق التافه. الكورونا جات قالت هذا عميق، الدكتور هو الفري ستار، الطبيب اللي قرا هو ستار الحقاني ويتحط في الواجهه. ولينا نسمعه في الطب قبل ما نسمع، والله لا نسمع يجي برنامج تاع الطب يقول بدل بدل حط لي حاجه اخرى، فهمني؟ وليت نسمع في الطبيب نصائح الطبيب، وليت نسمي فيهم الطب الكل والتحاليل وين طلعت التلقيح وكذا. دونك الكلنا نكملوا بعضنا، تونس ما تنجمش تكون بلاش بيك، وتونس ما تنجمش تكون بلاش طبيب. انت اليوم مستدعي امك اي تو كرمت بوها الله يرحمه وينعمه، أمك أي أمي أمي هذه يزمني ندبر بابي مشوار ولا حاجة ولا ناكل حاجة قبل ما تبدا تحكي. إذا كان بيها تخلبزت أمك. أنا الحقيقة نقول ماما، أما كي نبدا زاهية في الفيرما ونحب نعيط ونبدا نلوج عليها نقول يما، خاطر كي نعيط هي تبدا تضحك، كي نقولها يما نحسها خارجة من قلبي. الحق ما للي تنسى ما نسمع ما كلفينا اللي تعطيني القوة، ربما الناس ما يفهموهاش. ماما على ما هي إنسانة طيبة و... وعفوية و... ونحسها ضعيفة بالحق، نخاف عليها. أنا ماما، أنا ماما لنهار حسيتها اللي هي مرة صدقوني وقول لها أنا أمك، ماما تقول لي بتشي الكلام قول لها أنا اللي جبتك. ماما من كثرة ما هي طيبة وعاقلة وبالحق، وخاطر كان بابا مسكر عليها الدنيا البرة، يعني نقول نحن الحاجات اللي تخوف ما هي تعرف الطيب وتاكل وتشرب مرة الطيب ومبارك اللي يهمها في الدنيا البرة كي تاكل بعضها، عندها صيد حماه. وقت اللي ماما لقيت روحها نذكرها أنا أول سوق بعد ما مات بابا، يعني مش تمشي تقضي لينا بعد بمدة، ماما روحت من السوق رمت القف ومادت ساقيها بكت 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 وقامت. وعلاش ماما بكت؟ ما عرفتش تقضي، خاطر ماما عمرها بابا يجيب القاضية في الكهرباء للدار، يعني أمي عمرها ما خرجت وقضت وشفتك الحالة ونقول نحن والشارج نتاع العبيد ودزني وندزك. ومن نهار هذاك رحت ما تسقيها وبكت، نك بكت ما قلت أنور أنت وينك؟ كيفاش أمك تبكي؟ من وقتها وليت نهبطنا وكل شيء ونقضي. أنا ماما من ضعفها هي زدت قوتنا. ماما كل ما هي نحسها ضعفت يلزم نورة تولي لها بصيد بقلادة. ما فهمش انا واحد يوجع امي ونسكت ليه، ناكلو بسني كائن من يكن كائن ماما واختي، خاطر نحس هذيك اصغر مني وامانه، وماما هذيك امي وصاحبتي
وزدر لحنين، والحاجة اللي نحس فيها في الأمان، نا في ضعفي نلقى حضن أمي، نا في الطولة ذا براجلي بصغاري وقت ليلة ما نلقاش حل ندخل في كرش ما ونرقد، وقوم الصباح عندي الحل. بصراحة وبالحق أمي وأختي ديما نقولها خط أحمر على نورة. تسمعين يا أختي، شيء ما يجي صدفة. أنا تو بديت نتخيل البو شكونه، ما نعرفكمش أنا، ونتخيل حتى في الأم شكوني. وفلنفترض اللي أنت ملسنا ولي وتتكلمي بالباهي وكذا، راه ثم شكون يتكلم بالباهي أما لا يخترق، ما يعديلك شيء. أنت تخترق 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 بخطابك خطر الصادق من الجواجي، تخترق. عديت لي كل شيء، وأنا متأكد الكلام اللي تحكي فيه كل. فكرتني مرة جيت بحذانا طفلة اسمها إيمان من تستور، الله وحد عليها عامل حوش نعمة. أنت تعمل في نفس الشيء؟ نفس الشيء. الحقيقة نب شوية اختلاف. كيفاش؟ قلت لك المشي هذيك نتاع فرنسا وريت معناتها الفرماج على فيرم كيفاش معناتها مسخلين الحليب نتاعهم يحاولوه على بقعته ويجي زوار يشوفوا. انا وليت نحلم في الحلم هذيك. صحيح مع الجديا عندنا توا يونيتي دو ترانسفورماسيون دو لي، معمل صغير معناتها نتاع تحويل الحليب جبونات وكل شيء وجوده وكل شيء. الحلمه نتاع نوره شنو؟ احنا في السرس ما عندناش نساوي تمشي، يعني ما عندناش العائله بالحق يقول لك المراه ما عنديش وين نمشي نهزها. مركز خممت في فكرة إنه ما علاش ليه، عندي البقر عندي الغلام عندي التيران بعيدة عن الناس ما نسكنش في وسط العباد، خواتي قدامي صحيح كنا احنا، علاش لا؟ علاش ما توليش العائلات تخرج بحذا نورة يعملوا معناتها بلا لاباس فورماج، يعدوا نهار بحذا يسيبوا صغار يجروا النعاج يشوفوا الكلاب. يا بنتي حلي مغدو معاك، احنا اقسم بالله انا معاك يا نورة. يا نورة اختي طول يزي جوعتيني وفرماج جوي انا يا اختي، راهو مش تهبليني كل شيء ويا غارة. اقسم بالله تحلي مغدو ولا منجي معاك بإذن الله ان شاء الله. عقلي باش نعمله قديش باش ديجا انا قاعده نصنع، خاطر عندي شكون معناتها كليونات نتاعي بالفيسبوك جيرانا وكل شيء كلموك نورة حضري لي هكا فرماج، حضري لي هكا يا غارت، حضري لي انا تو انا ندز في روحي مع نور وهي ديجا انا بديت مش باش ندخل معك شريك. انا وقتاش تحلي باش نطلوا بعدك كل وقت. مرحبا بكم. اعطينا العنوان تو. نعطيك نمرو تليفون وعنواني وكل شيء. اعطيني اعطي نورة قاتري، نمرو التليفون 25 608 920، السرس القواتر بالضبط. تقول انت كي توصل السيرز قلت نورا قاتري خاطر معروف عليها الفلاحه، ولاد الكيف من الفلاحات معناتها المعروفين هما هي نورا قاتري. به به ما حكيتليش على راجلك الساعه تو تلهينا بالفروماج. ما تلهيناش. وقتاش حرست؟ حرست في 2006. 2006 توفى الوالد، كان عامل لنا كهرباء تهزنا وجيب، ما عادش ولينا نركبوا في نقل ريفي وراجلي عنده سيارة نقل ريفي. عرفت وفهم انت في النقل الريفي. اعطينا النظره الاولى كيفاش هو يسوق على روحه. انت وين قاعده بجنب ولا من تالي؟ لا نحب نفهم. نقول لك في ميتة بابا في الكواتر، في ميتة بابا هو كان يهز ويجي في العباد خاطر برشا برشا بابا برشا عباد وكلام ذا وليسانس كل غادي. عز بيا خاطر اصحابي كي يجوا من الليسي وكل شيء يكلمني مثلا يقول لي على كليب وعرضيهم، بقت برشا العباد تمشي وتجي. وقف معايا بالضبط، وقف معايا وقف الخو الخو وقتها مش حتى شيء. المس وقتش بدا المس؟ بعد مدة 3 أشهر من وعاتها وليت نمشي ونجيب معاه، ريت طبيعته الناس كل تحبه، الناس كل زهير هزني زهير جيبني معناتها محبوب، الناس كل تحبه عامل الباهي مع العباد. وني بحكم ما حسيت روحي وقتها تبدلت حياتي ويتبدلت مع القراية كيني موضوع بديت نسكر فيه سيء. خاطر أمي وأختي يلزمني نان، قلت لك مثل الجمال تفرقت العدايل، يلزمني نان ولي السند. مرأة في الشمال الغربي وحدها وطفلة وبعقلية مرأة بصفة عامة بتحدي، يلزمني إنسان اللي بش يفهم اللي أنا أمي وأختي معايا باهي ولدتهم. راجلك باهي شو اسمه؟ زهير. زهير زو بيج لاف ولد أصل. نعيش محليه محليه. قداش عندكم وليدات؟ عندي 3 صغار. بسم الله ما شاء الله. عايشك. أي أتونسيون تو لحظة الحاسمة، أمك شو اسمها؟ زهرة ورفل. زهرة ورفل زقلت النائب. مزقلت النائب. تغني أنت؟ لا ما نغنيش. نغني اوكي غادي. سيداتي سادتي نستقبل امها الزهرة، تحية كبيرة برشا لها.